السيد محافظ صلاح الدين إسماعيل خبير الهلوب المحترم، السيد رئيس جامعة تكريت الدكتور وعد محمود رؤوف المحترم، السادة المستشارين المحافظ المحترمين، مدراء الدوائر المحترمين، الحضور كلهم بمقامه الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف يا زمان فحينا قد أوقدت فيه الكواكب تنسج الإمتاع، قف يا زمان وحي من نزلوا بنا سكنوا القلوب وخالطوا الأضلاع، قوم على هام الزمان تألقوا وكسوه فوق جماله إبداعا، رسموا التميز أوقدوا نيرانه نورا يبدد ليلا وشعاعا، صاغوه دبرا نستلذ بريقه وتلوه شعرا أطرب الأسماع. بسم الله وعلى بركة الله نفتتح المؤتمر الأول للتخطيط الاستراتيجي في تكريت، والآن كلمة الافتتاح الأولى لهذا المؤتمر يلقيها على مسامعنا المهندس أنس الفراس مدير بلدية تكريت، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، صدق الله العظيم. يقول الشاعر: هات الحديث عن الزوراء أوهيتا وموقد النار لا يكرى بتكريتا. تكريتا وهو الاسم التاريخي لمدينة تكريت. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للحضور الكريم السيد محافظ صلاح الدين المحترم، السادة الحضور المحترمون كل حسب مقامه، تحية طيبة لكم. المؤتمر الأول، مؤتمر التخطيط الاستراتيجي الأول لمديرية بلدية تكريت، سعيدين جدا بهذا الحضور الكريم، متفائلين جدا بالأيام القادمة، نتمنى لكم حضور ممتع لهذا المؤتمر. أتكلم لكم باختصار عن جانب من هذا المؤتمر. جميع المؤسسات الخدمية والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات النقابية جميعها تعمل لهدف واحد، وهو بناء الوطن، بناء العراق الحبيب، بناء محافظتنا صلاح الدين، بناء مدينتنا تكريت. ما لوحظ في الأوقات السابقة هنالك كانت لا يوجد تعاون وتداخل بين هذه المؤسسات، نتمنى أن يكون هنالك تداول للأفكار والمقترحات، اعتماد للمشاريع الناجحة، اعتماد للأطاريح الموثوقة. فلهذا الغرض عقدنا مؤتمرنا الاستراتيجي الأول، مؤتمر التخطيط الاستراتيجي لإعمار مدينة تكريت. طبعا سوف تكون هنالك لجان وهنالك عدد من الأساتذة سوف يقوم بطرح محاور للحديث، هي موضحة أمامكم في الأوراق التي توجد على الطاولات. هنالك أساتذة سوف يقومون بشرح مختصر لعدد من المشاريع والمقترحات التي تهدف إلى التنمية وتطوير التخطيط في مدينة تكريت، وأيضا سوف يكون هنالك مجال ومساحة لاستماع إلى جميع آراء الحضور. طبعا الحضور هو حضور نخبوي مختص بموضوع الهندسة والخدمات والتخطيط وما إلى ذلك. طبعا راح تكون هنالك لجنة من مديرية بلدية تكريت شكلت لهذا الغرض، سوف تدون كل ما يدور في هذا المؤتمر لاعتماده ودراسته وتقديمه أمام السيد محافظ صلاح الدين لغرض اعتماده بالأيام والخطط القادمة إن شاء الله. لا أريد أن أطيل كثيرا، سوف أفسح المجال لغيري لبداية هذا المؤتمر، ولكن راح نحكيها بالعامية. السيد المحافظ عنده عبارة دائما يكررها أثناء زياراته، يقول أهل صلاح الدين ما يستاهلون من يتحمس، من أحسه متحمس للمشاريع وللعمل، يقول أهل صلاح الدين ما يستاهلون، أهل تكريت ما يستاهلون. فبإذن الله إن شاء الله نجاوب السيد المحافظ، أهل صلاح الدين كلهم إن شاء الله تحت إدارتك لهذه المحافظة راح يستاهلون، وراح نتمنى من سيادتك وإلك الأمر
أن يكون هذا المؤتمر يحظى بشرف إطلاق الخطة الإعمارية الكبرى في مدينة في محافظة صلاح الدين وفي مدينة تكريت خاصة، خصوصا أنه إحنا إن شاء الله متفائلين بشكل كبير بقادم الأيام. مشاريع كثيرة الآن قيد الاكتمال، وعلى رأسها مشروع مجسر الدلة، هذا المشروع الحيوي المهم في مدينة تكريت. أتمنى لكم إن شاء الله حضور ممتع لهذا المؤتمر، وأشكركم من أعماق قلبي على هذا الحضور الكريم والمشرف. شكرا جزيلا لكم. شكرا للمهندس أنس الفراس مدير بلدية تكريت. والآن نذهب معكم إلى فيديو توضيحي عن أعمال مديرية بلدية تكريت وكادرها في فترة السنوات التي مضت 2020 و2021 إلى حد هذه اللحظة، لنرى هذا الفيديو التوضيحي لمديرية بلدية تكريت، وأكيد لكم الحكم عن مدى الأعمال المميزة التي قاموا بها هذه الكوادر المتميزة. والآن ننتقل إلى محاور هذا المؤتمر الخمس. يتفضل الدكتور سنان لتقديم بعض هذه المحاور، وهو المحور الأول وموضوعه توسعة وتطوير المدينة، مع المحاور الدكتور ميسر محمد جمعة والدكتور مازن برهان الدين. فليتفضلوا مشكورين. السيد حافظ صلاح الدين المحترم، السيد رئيس جامعة تكريت المحترم، السادة الحضور الأفاضل، كل حسب مقامه الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بداية اتفقنا أنه نتكلم بشكل مباشر، لأنه الحمد لله حصل هذا اللقاء بعد سنوات طويلة، يعني كنا نتمنى أن يكون هذا اللقاء لغرض دراسة وتقويم وضع مدينة تكريت وتطويرها، وهذا اللقاء الهندسي والجمع الطيب الحاضر إن شاء الله يفضي إلى نتائج طيبة بجهود السادة المسؤولين والسيد المحافظ على رأسهم. حقيقة يمكن سمينا بداية السلايد الأول مشروع تطوير وتوسعة مدينة تكريت خطة المشروع المستقبلي. عادة الخطط التنموية أو التطويرية تعتمد يا إما 5 سنوات أو 10 سنوات حتى يبين تأثير التطوير على مختلف القطاعات وخاصة الخدمية منها. يشتغل هذا السلايد الثاني. زين. الأفكار المبسطة. نعم. الأفكار المبسطة تنتج مشاريع كبيرة وفعالة وناجحة. زين. عفوا. الفكرة الناجحة تتطلب الدعم المعنوي والدعم المادي واعتماد البرامج العملية والعلمية لتنفيذها، كما ويتطلب هذا تحديد مواطن الخلل ومعالجتها. تشمل محاور التطوير كافة القطاعات العمرانية التي تعكس بشكل مباشر على خدمة المجتمع، تنعكس بشكل مباشر على خدمة المجتمع، لتكون بمجملها منظومة متكاملة لحياة مدنية متوازنة تلبي المتطلبات الاعتيادية بسهولة ويسر. مراحل التطوير الرئيسية. اقترحنا مجموعة نقاط أساسية لمراحل التطوير. تحديد المشاريع الأساسية تشمل الجدوى بمختلف تفاصيلها،
جدوى اقتصادية اجتماعية إلى آخره، زائدا رؤية التنفيذ من قبل المختصين. اثنين، إعداد التصاميم والدراسات بموجب المتطلبات والمواصفات، لأن إحنا المجتمع الهندسي المفروض ما يشتغل غير فقط في ظل المواصفات الهندسية والمتطلبات الحقيقية اللي تخدم المجتمع. تحديد الجداول الزمنية للتنفيذ وتحقيق هذه المتطلبات، تخصيص الميزانية المناسبة بموجب مراحل أي مشروع، وتهيئة كوادر العمل المتخصصة من الشركات والآليات والإمكانيات إلى آخره. كيف نحقق التطوير؟ أولاً، إنشاء بنى تحتية فاعلة واعتماد التخطيط الحضري الصحيح والاستعانة بذوي الاختصاص وإنشاء منظومة خدمات هندسية حقيقية وشاملة. ثانياً، إنشاء وتوسعة مفاصل الخدمة العامة المهمة التي تلامس حياة المواطن وتوفير الدعم المطلوب لها ولكافة القطاعات، سواء مستشفيات أو مدارس أو مراكز تعليمية إلى آخره. الاستفادة من الخبرات والتجارب الحديثة في التطور العمراني والهندسي، واستمرارية طرح الأفكار الإيجابية وإقامة ورش عمل لتبادل الخبرة وترجمة ذلك كواقع عملي ملموس. معكم المتحدث دكتور مازن برهان الدين، تدريسي في جامعة تكريت كلية الهندسة، حاليا مدير المكتب الاستشاري الهندسي لجامعة تكريت. يعني العديد من العشرات أو قد تكون المئات من الأفكار الأساسية المطروحة لتحسين أو تطوير مدينة تكريت بصورة يعني خاصة. قد يعني يمكن هاي المقترحات تطبق لاحقا على مدن أخرى. على العموم هي الكثير والعشرات من المقترحات، لكن لضيق الوقت نقتصر على هاي المقترحات. هاي المقترحات قد تكون قابلة للتحقيق، قد تكون غير قابلة للتحقيق. المهم هي قابلة للنقاش، قد تكون قابلة للتحقيق في مرحلة لاحقة إن شاء الله نتناقش عليها. المحور الأول طبعا هي محورين رئيسية. محور الأول ارتينا أن تكون مقترح إنشاء مدينة جديدة عصرية متكاملة، والمقترح الثاني هو تطوير المدينة الحالية. المقترح هو إنشاء مدينة حديثة موازية للمدينة الحالية، يمكن تسميتها مثلا مدينة تكريت الجديدة على الغرار من كثير المدن العالم المكتظة والعواصم، بها تطبيق المواصفات الهندسية الحديثة وإجراء كافة التصاميم اللازمة والتخطيط الحضري والعمراني، تأسيس المدينة الجديدة بمواصفات وتفاصيل حقيقية وقابلة للتطبيق. طبعا يعني العمل يقع بصورة رئيسية على بلدية مدينة تكريت، تحديد المساحات اللي هي ضمن الرقعة الجغرافية للمدينة يمكن تأسيس المشروع عليها. المحور الثاني أفكار لتطوير الواقع حال يعني التطوير الهندسي للمدينة. مثلا المقترحات إنشاء مساحات خضراء كبيرة متنفس لسكان المنطقة برعاية البلدية والتمويل، قد يكون ذاتي أو قد يكون مركزي. طبعا يعني هو المساحات الخضراء يعني المشكلة بالمدينة بسبب الاكتظاظ السكاني ما قاعد تلبي الكثافة السكانية للمدينة. المقترح الثاني أيضا بسبب الكثافة السكانية والكثافة المرور والمركبات، وإنشاء جسور في مشاة في مناطق الاختناق المروري، مثلا طريق مجمع المحاكم، طريق دائرة الجنسية، شارع الأطباء وغيرها من يعني الطرق المكتظة. أيضا المقترحات كمتنفس للمدينة هو إنشاء كورنيش في الجانب الثاني من النهر ورصفه بالحجر بطريقة هندسية غير مكلفة، قد يكون يعني تمويل مركزي أو قد يكون استثمار. أيضا من المقترحات للتطوير هو ربط وتطوير الطريق الرابط لمنطقة الديوم مع الخط السريع والمباشر بالتطوير وإنشاء مشاريع ومساحات خضراء واسعة على الجانبين، وفسح المجال لتطوير المنطقة القريبة من الملعب الجديد اللي حاليا هو الطريق قد يكون مغلق لأسباب أمنية، لكن إحدى المقترحات هي فتح الطريق وتطويره. قبل ما ينزلون الأساتذة، إحنا بس موضوع توسعة المدينة وتطويرها، إحنا عندنا سؤال مهم جدا هنا، سؤال جدا مهم. تكريت بعد 20 سنة وين راح تصير؟ يمكم الجواب، يمكم السؤال.
نوجه لنا لكم نعم حتى بعدين ننتقل للأساتذة. مقترح التوسعة بالنسبة للمدينة ممكن يكون بالاتجاهات الأربعة دكتور سينار. نعم. لكن إذا تسألني يعني ربما الطريق اللي باتجاه الدور يعني من الفلكة العلم خلينا نقول باتجاه الدور هذه المنطقة منطقة مفتوحة نعم وقابلة للتطوير أعتقد يعني بس نعم. ما أعرف هذه الأراضي الموجودة هي ملك للدولة نعم. لو ملك للمواطنين يعني ربما هذه هذا الاتجاه يعني لأن هذه من جهة الجامعة مكتظة مكتظة منطقة. نعم وراح تتجه باتجاه بيجي أيضا مكتظة ولربما الخط السريع ما أعرف كله أملاك الناس يعني نعم. من جهة العوجة ما أعرف الوضعية غير فأسلم اتجاه أعتقد هو تمام. هذا شكرا جزيلا دكتور رأيك يعني هو التوسعة توسعة نوعين توسعة أفقية وتوسعة عمودية نعم. إحنا إذا استنفذت الأراضي أو قبل ما تستنفذ المفروض نفكر في في مجال التوسعة العمودية هسه يعني معظم مدن العالم المكتظة أو حتى بالعراق في بغداد في أربيل في النجف في البصرة ماكو بعد مجمعات على الأقل استثمارية أفقية كلها عمودية يعني حلو. طبعا أسهل بالخدمات وأيضا لتوفير الأراضي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد محافظ صلاح الدين، السادة الحضور كل حسب مقامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخوة اللي طرحوا يعني هاي المقترحات اللي تتعلق بتطوير مدينة تكريت، والجامعة بالتأكيد حاضرة لتقديم أي مقترحات من شأنها أن تحسن الواقع الخدمي في مدينة تكريت وتساهم في وضع رؤية مستقبلية لهذه المدينة العزيزة. شكرا جزيلا. ما أعرف هو يفترض البلدية تطرح المشاكل بدءاً وبعد ذلك الجامعة تساهم في حل هذه المشاكل. نعم. وإحنا بالعراق يمكن ما عندنا مشاكل بالأراضي يعني ماكو اكتظاظ. فهل هناك مشكلة حقيقية يعني في مدينة تكريت إنه أكو اكتظاظ سكاني وأكو مشاكل يعني تتعلق بالطرق؟ أعتقد ماكو تجاوزات على البلدية ولا أكو تجاوزات على المخططات الأساس في مدينة تكريت، فبالتالي مو هو هذا جوهر المشكلة، وأعتقد ماكو مشكلة من هذا النوع، بس ممكن نفكر يعني كيف أن تكون مدينة تكريت ذات طراز حديث أو نطور الخدمات في مدينة تكريت. يمكن هو هذا نعم. اللي أهم نعم بالموضوع دكتور ميسر. نعم صح، كمشاكل يمكن هي غير موجودة في مدينة تكريت لأنه هي مدينة صغيرة، وأيضا عندنا مساحات كثيرة من الأراضي يعني داخل تكريت أو إذا يجوز نروح إلى الطريق الحولي أو غيره، فأكو امتدادات واسعة نعم. ممكن تكون على شكل مجمعات لحل إذا أكو مشكلة سكانية فعلية. نعم. فأعتقد يعني ما عندنا ذيك المشاكل من هذا النوع، بس ممكن نضع أفكار تطور المدينة من الناحية الجمالية العمرانية الخدمية. نعم. العفو دكتور يعني قصدك داخل المدينة وليس خارج المدينة. داخل المدينة ممكن التوسع يعني أفقيا لأنه إحنا ما عندنا مشكلة بالأراضي. نعم. ما أعرف هاي وجهة نظري. شكرا جزيلا. نعم. على رأس. شكرا جزيلا دكتور. أريد أعلق على موضوع استحداث المدينة مدينة تكريت بالإضافة إلى توسعة المدينة الحالية يعني. بالنسبة لاستحداث المدينة يعني أشوف أني أنه من جهة الشمال تكريت باتجاه البيجي يكون التوسعة أفضل، لأن مثل ما طرقت حضرتك دكتور قلت أنه هي الفرسان صارت وقع حال، الشهامة صارت وقع حال، بينما كان بإمكان دائرة البلدية وجهات استثمارية أنه تستثمر هاي الأراضي وتوسعها بشكل منتظم أكثر يعني. نعم. فنتمنى أنه هاي يعني تستمر حتى لان احنا اذا نطلع باتجاه بيجي راح نشوف المناطق كلها صحراويه يمينا وشمالا. صح. وهي اذا صارت مباني يعني استثماريه ومجمعات كذا راح تكون خدميه اكثر احسن ما هي صحاري لا مستخدمه للزراعه ولا مستخدمه للسكن. هذا بالنسبه لتعريجنا على المدينه الجديده. بالنسبه لتوسعه المدينه وتطويرها احب اعرج على موضوع كورنيش تكريت. كورنيش تكريت انا عندي يعني فكره به انه يكون يعني يكون من جسر تكريت الى جسر العلم اللي ينبني حاليا يعني. نعم. يكون طريق سايدين باتجاه العلم يربط الجسرين، يكون ايضا طريق هو يستخدم كطريق وراح يكون سياحي وراح يكون تجاري ايضا طبعا اكيد الاراضي المحاذية الا راح تكون سياحيه يعني. نعم. ممكن اقامه المطاعم والشاليهات والفنادق يعني باستخدامها بشكل ترفيهي يعني. طبعا. وايضا راح يكون الطريق خدمي مفيد يعني بالعبور السيارات واجتياز منطقة إلى أخرى. تمام. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احنا بصراحة موضوع التوسع، يعني احنا بال 2010 طرحنا التصميم الجديد لمدينة تكري، وموضوع انه وين اتوسع. يعني تصور احنا لو نروح على الاختصاص بمعنى ثاني، يعني اكو عندنا مثلا تخطيط عمراني، يعني يمكن مهندس عمر موجود، راح التصميم الاساسي اللي موجود بالوقت الحالي اني شو وقت ينتفي الحاجة لهذا التصميم، يعني شو وقت اقدر اني اقول هذا التصميم انتهى وقته، لازم ارجع اسوي تصميم اساسي للمدينة. هاي رقم واحد. الموضوع الثاني او المحور الثاني، انا شلون اقدر اخفف على مواطن مدينة تكريت والمواطن الزائر للمركز المحافظة الاختناقات المرورية الموجودة، شلون اعالجها بالوقت الحالي؟ نعم، اختناقات المرورية راح نجيها ان شاء الله. ترى حقيقة مثل ما تحدث دكتور ميسر قبل قليل، من زمن طويل احنا نبحث عن نجلس هكذا جلسات ونتعاطى بأفكار مشتركة لتطوير مركز المحافظة اللي تهم الجميع لا تهم تكريت فقط. فيما يتعلق بجزئية التوسع، نستطيع أن نقول اليوم أن المدينة تقريبا استنفذت الجزء السكني من التصميم الأساسي. لا نعم. تقريبا، يعني اليوم إذا حاولت بلدية تكريت أن أو يعني أرادت أن توزع قطع أراضي سكنية، تقريبا نستطيع أن نقول الآن أنها شارفت على الانتهاء. لدينا مجموعة من المساحات الممكن أن تكون مهيئة للتوسع. طبعا لدينا مساحة كبيرة من الأرض تقع داخل التصميم الأساسي اللي هي غرب منطقة الديوم، اللي هي تسمى بين قوسين الأرض العائدة بالسابق واستملكت إلى بلدية تكريت. هذه مساحتها كبيرة وممكن أن تساعدنا في إيجاد الآلاف، أو يعني تقريبا أكثر من 10,000 قطعة سكنية. حلو. فيما يخص يعني المقترح السكني، يبقى عندنا الأماكن المهيئة أيضا لأن تكون ضمن التصميم الحديث للمدينة. البارحة كان توجيه السيد المحافظ أن يكون هنالك تعديل للتصميم ضمن خطة 2023. بإمكاننا أن نذهب إلى عدة محاور قابلة للتوسع وليس فيها إشكاليات كبيرة، اللي هي متمثلة بغرب تكريت اللي هي غرب الطريق السريع، اللي البارحة كنا بمشروع استثماري مهم حقيقة فتح هذه الجبهة واسعا لتطور المدينة. ومحور آخر هو في جنوب القضاء باتجاه منطقة مكيشيفة أيضا، ولدينا أيضا في منطقة شرق طريق تكريت الدور أيضا أماكن بالإمكان أن تكون ضمن التوسعة المقترحة لمدينة تكريت. نعم. شكرا جزيلا. شكرا دكتور، جزاك الله خير. سيد محافظ صلاح الدين المحترم، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مهندس طارق، ماجستير هندسة الطرق، أمثل نقابة المهندسين بهذا المؤتمر. فحبيت أطرح موضوع الزخم المروري اللي حاصل بمدينة تكريت وبعض المعالجات لهاي المشكلة. مثل ما تعرفون حضراتكم، مشاكل الاختناق المروري سبب لنا زيادة حوادث، تلوث بيئي، هدر بالطاقة، زيادة الجريمة والإرهاب، تدمير الطرق، فمشاكل كثيرة تدني حتى التفكير. يعني مثلا أنت أستاذ جامعي وراح تلقي محاضرة بالجامعة وأنت طالع من اختناق مروري، فبالتأكيد تفكيرك حيدنا مع اعتزازنا الشديد. أنت طبيب راح تسوي عملية، أنت مهندس رايح على الموقع، فهذه مشاكل الاختناق المروري. أسباب الاختناق مثل ما تعرفون النمو اللي صار غير متوقع بإعداد المركبات. بالنسبة أول موضوع اللي طرحه دكتور سنان، موضوع تقاطع البلدية، أنا أعتقد إذا نسد أحد المنافذ الشارع اللي جاي من البلدية باتجاه الشارع العام يمكن نحل كثير من المشكلة، يعني يصير تقاطع ثلاثي مو رباعي، وعندنا أماكن أخرى نقدر نربط بالشارع ويصير العمل جيد بهالاتجاه هذا. احنا قبلها كانت عندنا مشكلة أيضا بالاستدارة من كان جسر الحديد اللي على المي، طولنا المسار سوينا الاستدارة جوا الجسر، يعني تقريبا خففنا الخناق. بس أعتقد إذا نسوي تقاطع ثلاثي راح ننجح بهذا الموضوع ونتخلص من الزحام.
هذا جانب. الجانب الآخر المشكلة الأخرى اللي موجودة اللي هي في حي الزهور والأربعين، يمكن تناقشنا أنا والدكتور عمر البارحة والبارحة ويا الإخوان، يمكن إذا نسوي سايد واحد باتجاه واحد اتجاه واحد العفو نعم. للزهور واتجاه واحد للأربعين نقضي على الخناق ذيك المنطقة نهائيا نعم. عندنا مشكلة أيضا اللي تقاب الاستدارة اللي مقابل الجامع الكبير، هم عن حشيت في سيد مدير المرور قلنا نلغيها ويصير مسار طويل، أيضا هذا الموضوع نقدر نقضي عليه بشكل كامل. المشاكل الأخرى اللي موجودة أكو حلول إذا أكو تعاون من المواطن أيضا. إني المهندس عمر سامي غزال مدير تخطيط عمراني في محافظة صلاح الدين. موضوع نقاشنا لهذا اليوم مركز المدينة داون تاون. قبل البدء بتصميم مركز المدينة كثير من السادة ذكروا موضوع تحديث وتطوير التصميم الأساسي لمدينة تكريت. قبل الحديث عن تحديث التصميم الأساسي للمدينة نحب نسأل بلدية تكريت عن نسب الإنجاز للاستعمالات المثبتة بموجب التصميم الأساسي، لأن التصميم الأساسي مو بس توزيع قطع أراضي، التصميم الأساسي يحتوي على عدة استعمالات، عند تنفيذ كافة الاستعمالات الموجودة بالتصميم الأساسي بعد ذلك نقدر نحكي عن تحديث وتوسعة وتطوير التصميم الأساسي للمدينة. احنا الغاية من اختيار موقع للداون تاون جزء من المنطقة التجارية بمركز المدينة هو لتفعيل الاستعمالات اللي موجودة بالتصميم الأساسي. مركز المدينة اللي متمثل بالمنطقة التجارية اللي ملاصقة للقصور الرئاسية، عندنا منطقة تجارية بالبداية مدينة تكريت يعني موقع استراتيجي بالنسبة للمحافظة وللعراق. مركز المدينة الغاية من تطوير مركز المدينة لتنمية الاقتصادية والحاجة للتنمية الاقتصادية والحاجة للفعاليات الموجودة كتجارية والاستعمالات الأخرى. عنوان الورقة اللي حبيت أقدمها يعني واللي هي جزء أساس من التخطيط الاستراتيجي لمدينة تكريت هو كيفية الحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة. قال قائل: ما هي المدن إلا ثمة ذكريات وأسماء ومعالم وأشخاص، وللمدينة روح تعرفنا ونعرفها، من يسلبها ستظل خاوية على عروشها لا معنى لها ولا قيمة ولا أثر. لكل مدينة خلفية تاريخية وجغرافية واقتصادية وتخطيطية تكسبها طابعا وهوية حضارية تبرزها التفاصيل المعمارية المميزة لها، والتي تشعر بوجودها بمجرد السير في الطرقات وملاحظة نمط البناء وإشغال المساحات، ولا تعني التشابه بقدر كونها مرجعية التفاصيل ووحدة النمط العمراني وطراز البناء المستخدم والكيفية التي يمتزج بها التاريخي بالحديث، مما يمنح المدن العمق الاجتماعي الإنساني الذي يؤثر على خصائص التركيبة المجتمعية للساكنين. ومن التحديات التي ترتبط بالمنظومة الإدارية للمدينة في الوقت الحاضر والتي جاءت نتيجة سوء التخطيط والإهمال على مدى أكثر من نصف قرن هي: أولاً، العشوائية في التوسع العمراني وسوء استخدام الأرض بسبب غياب أو عدم تطبيق التشريعات التي تعمل على الحد من هذه العشوائية، وسوء الاستخدام وغياب السلطة التنفيذية والقانون لتطبيق ذلك على أرض الواقع. ثانياً، تغيير إدراك المتلقي لهوية البنية الحضرية للمدينة
بسبب تغير المفاهيم الفكرية والثقافية وارتباطها بالحضارة العصرية. الأخوة الحضور، ولغرض الاختصار واستناداً لكل ما تم طرحه آنفاً، نجد من الضروري مراعاة المحاور التالية عند التخطيط الحضري لأي مشروع داخل مدينة تكريت بمشورة لجنة مختصة يمكن استحداثها من قبل دائرة البلدية تحت مسمى اللجنة الاستشارية للهوية الحضرية، تضم أكاديميين ومعماريين ومهندسين وفنانين وإعلاميين ممن لديهم مؤهلات وأعمال أو بحوث بهذا الشأن، يترأسها أكاديمي مختص بالنمط التراثي للمدينة. واجبها الأساسي تقديم المقترحات إلى دائرة بلدية تكريت عند تنفيذ أي مشروع عمراني من القطاع الحكومي أو الخاص، على أن تضمن البلدية إضافة تأييد رئيس اللجنة إلى التصميم الخارجي النهائي قبل الموافقة عليه. بعد الاستماع إلى كل هذه المحاور وطرح الأفكار والحلول وتقديم أفضل المقترحات، الآن لنستمع إلى كلمة محافظ صلاح الدين الشيخ إسماعيل خبير الهلوب. سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في البداية أنا أحب أشكر بلدية تكريت على هذا المؤتمر وعلى هذه الفكرة وعلى هذه حتى وإن كانت يعني تجربة جديدة أو محاولة، لكن هي جيدة جدا. وحقيقة يعني احنا في المحافظة نؤيد جدا مثل هكذا فعاليات تقوم بها المديريات او دوائر البلدية في اغلب المدن في المحافظة، وحسنا بدأت بها بلدية تكريت. طبعا احب اشكر ايضا كل المتحدثين من قبلي وخصوصا الأساتذة اللي طرحوا المحاور، الأخ والأستاذ والصديق دكتور ميسر والدكتور مازن والأستاذ المهندس طارق العزاوي وأيضا مهندس عمر مدير التخطيط العمراني في المحافظة، وشكرا إلى الأستاذ رياض على الفيلم الوثائقي اللي يبين تاريخ وحضارة مدينة تكريت، وأيضا شكرنا وتقديرنا للأستاذ خالد أو مهندس خالد الدهيمة على الملاحظات القيمة عن أداء بلدية تكريت وبعض السلبيات اللي موجودة، واللي حالة نقول عليها عدم الاستقرار أو الفوضى الإدارية خلتنا نتقبل مثل هكذا سلبيات موجودة. طبعا احنا اليوم مو بمعرض انه ننتقد بلدية تكريت، لكن اليوم احنا نريد نتفاعل مع الأخوان المهندسين مهندسي بلدية تكريت، احنا في إدارة المحافظة نريد نتفاعل معهم ونريد نخرج من هذا المؤتمر بتوصيات وبأفكار وبمقترحات قابلة للدراسة وقابلة للتنفيذ بالمستقبل. يعني احنا نريد نطلع من هذا المؤتمر بحزمة من مقترحات المشاريع المهمة اللي تصب بمصلحة المدينة وشلون نطور مدينتنا. قبل عدة أشهر من استلمنا يعني منصب المحافظ قلنا سابقاً
في الدورات الماضية كان أكو تركيز على الأرياف وعلى المدن، بس أحيانا يكون التركيز على الأرياف أكثر من المدن. وحصلت يعني هناك صار في بعض المناطق انتعاش اقتصادي بسبب دعم المحافظة للقطاع الزراعي، ضمان تسويق وبأسعار مناسبة للمحاصيل. هذا الشيء خلى يكون هناك انتعاش اقتصادي في بعض المناطق، هذا قبل طبعا لا يدخل تنظيم داعش إلى المحافظة وتبدأ الحرب على التنظيم. لكن احنا قلنا اليوم خلي نركز على مدننا الرئيسية، لأن اللي يزور المحافظة راح يحكم على المحافظة من خلال زيارته إلى مركز المحافظة اللي هي مدينة تكريت، وممكن يزور مدينة سامرة ويحكم على المحافظة إذا كانت المحافظة فاشلة أو ناجحة. إذا المحافظة بها إعمار حقيقي أو هي الإعمار مو صحيح. لذلك احنا كل الشغل اللي اشتغلناه بالفترة الأشهر القليلة اللي مضت هي تهيئة محافظتنا وخصوصا المدن الرئيسية وخصوصا تكريت وسامرة لحزمة مشاريع عملاقة تنفذ إن شاء الله في بعد انطلاق موازنة الأمن الغذائي في القريب إن شاء الله في المحافظة. عندي بعض الملاحظات سجلتها من خلال مداخلات الإخوان وأيضا العروض اللي قدموها الإخوان المهندسين. طبعا المحاور بشكل عام جيدة وعناوينها جيدة وإحنا نحتاجها، لكن الأخ رئيس الجامعة قال المفروض المحافظة هي تسوي هذا المؤتمر، لأن هذا تخطيط استراتيجي لمدينة تكريت وهي مركز المحافظة، وممكن البلدية وحدها ما تقدر تخطط وتنفذ وتمول وتشرف، وهذا شيء يحتاج إلى جهد محافظة، وطبعا هذا الكلام كله صحيح. لذلك احنا حضورنا هذا حتى احنا ندعم بلدية تكريت، حضورنا احنا كفريق حكومي فريق المحافظة، احنا نريد ندعم مدينة تكريت بلدية تكريت حتى نبني مدينة كبيرة. انا تكلمت مع الاخوان قبل يومين وتكلمنا بشكل مبسط عن توسعة مدينة تكريت، وقلنا ممكن مدينة تكريت تتوسع باتجاه الجنوب وتصل الى قريب من مدينة مكيشيفة، ممكن تتوسع باتجاه الشمال تصل الى المعسكرات، اتجاه الغرب اتجاه الجزيرة، وهو الشيء اللي او الاحتمال الاكبر. يعني احنا نتوقع مدينة تكريت راح تتوسع باتجاه غرب المدينة باتجاه الجزيرة اكثر من باقي الاتجاهات، وممكن يكون تكريت الكبرى بعد سنوات وتكون كارخور صافة. يعني هذا شيء مو صعب ولا شيء بعيد ولا ممكن يكون حلم يعني لا ينفذ أو لا يتحقق، لا ممكن يتحقق، لكن تحتاج هذا الحلم أو هاي الأفكار تحتاج إلى إرادة وإلى نية صادقة وإلى عمل. كل واحد يقول أنا موظف في دائرة معينة مو مهم انه أنا اشتغل اقدم خدمة اقوم بواجبي، يعني موظف بسيط، هذا دي يهدم مشروع بناء مدينة تكريت الكبرى. لازم كنا نعمل من اصغر موظف الى اكبر موظف. حقيقة يعني أنا اشوف اكو كثير من الموظفين او المسؤولين يقول أنا مو مهم، يعني المهم قسم الفلانشي، قسم الحسابات، قسم القانونية، قسم الإداري والمالي. لا، هو كل موظف لازم يخلص بعمله، والله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كل العمل لازم يكون بإخلاص، فاللي يشعر بانتماء لهاي المحافظة وبانتماء لهاي المدينة لازم يخلص بعمله،
ولازم مني يشوف أكو سلبية عند الموظف الآخر أو عند المواطن الآخر أو سلبية في الشارع المعين أو تقصير من البلدية، ينبه يتكلم يتصرف هو تصرف بحيث ينبه الآخرين من خلال تصرفه، مو فقط قاعدين احنا بس ممكن ننتقد. الموظف ينتقد والمدير ينتقد والمسؤول ينتقد، لا تنتقدون منه كلها تنتقد زين، شنو هالسلبية شنو هالتشاؤم هذا؟ خلونا كنا نعمل سوية، المواطن يعمل والمسؤول يعمل والمدير يعمل والموظف يعمل، كلها خل تعمل العمل الحقيقي بعيد عن المناكفات وبعيد عن كل هاي الظواهر السلبية، هو اللي راح يبني المدن يبني مدينتنا. اللي يريد يعمل خلي ينتقد ويجي ايده بدينا، كنا نعمل سوية خلي ينتقد، احنا مو بالعكس، الانتقاد الصحيح بدون تجريح بدون امتهان للكرامة، هذا الانتقاد هو اللي يقوم العمل، هو اللي يقومنا احنا، ماكو انسان يعمل ما يخطأ. فيعني اول ملاحظة عندي يا اخوان المسؤولين والموظفين والمواطنين، انه احنا خل نعمل سوية، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، صدق رسول الله. فهاي الملاحظة الاولى، راح نتعبكم شوية بس حقيقة انا شفت اكو فد فرصة انه اغلب الموظفين الكبار بالمحافظة سواء بالدوائر او بالمحافظة او بالبلدية التكريت موجودين، فاحنا ردنا نوصل رسالة واضحة الى الكل. طلبوا تاني من الاخ مدير البلديات في مؤتمر سابق انه يقيم لي البلديات، وحاليا يعني من هذا المكان اطلب من الاخ مدير البلديات ان يرشح لي البلديات اللي جاهزة للزيارة والتفتيش، انا كمحافظ والاخوان اللي موجودين وياي فريق التفتيش في المحافظة، يرشحنا يقول بلدية بلد جاهزة للتفتيش احنا نروح نزور، وعدنا اكو ضوابط للتفتيش وعدنا قسم للتفتيش بالمحافظة وعدهم ايضا في البلدية، ونبدأ احنا نروح نزور المدينة ونقيم البلدية من المدير الى الموظفين. أنا كمواطن إذا أمشي بالشارع وأشوف البلدية تعمل ليل نهار أنا أستحي وأخجل أشمر الزبالة بالشارع، بس إذا أراجع بلدية من البلديات وأنا عندي حق وما يسهلوا لي أمري ويروح حقي وتروح قطعة الأرض مالتي، وممكن يبتزوني أو يضغطون علي، ممكن شخص آخر يجي ينسق معاهم ياخذ حقي، لا أكون سلبي وأحكي على البلدية وأحكي على الدولة وأحكي على الدوائر وما راح أتعاون، وراح أبدي ممكن حتى أسوي صفحات وهمية وأبدي أحكي على الحكومة، لأن إذا أحكي عليهم علني يمكن يشتكون علي بالمحكمة وممكن أنضرب. ف يعني إحنا نطلب من مدير البلديات إن شاء الله في يعني من الأسبوع القادم ينطينا أول بلدية جاهزة، وإحنا نطينا الكثير من التوجيهات للبلديات بحضور المدراء، لأن إحنا لازم نفعل العمل البلدي. وأكو ملاحظة ذكرها الأستاذ رياض مدير الإعلام، تطبيق القوانين البلديات بها ضوابط، أنا دا أشوف أكو تباين بتطبيق هاي الضوابط بين بلدية وأخرى وحتى في داخل البلديات بين منطقة وأخرى، المنطقة اللي بيها مسؤول هذه خدماتها فل، والمنطقة اللي ما بيها مسؤول يعني نص ونص، وهاي مو صحيح. الأمر الآخر طبعا هذا كلش مهم، اللي هو موضوع تغيير نمط العيش أو ثقافة المجتمع، وهذا الموضوع كلش مهم، ممكن تقوم به المحافظة وممكن تقوم به البلدية، ممكن تقوم به المؤسسات التربوية والتعليمية وكل الجهات، لكن احنا داريد نبني مدينة، البلدية لازم هي ترفع اللواء بهذا الموضوع. على سبيل المثال نتكلم عن التشجير،
يعني أنا تقريبا منتبه على مدينة تكريت أقل مدينة تقريبا بكل محافظتنا بالتشجير، وما أعرف شو السبب، ما أعرف. نعبر بالاتجاه الآخر من النهر العلم أو منطقة البوعجير أو المناطق الأخرى، لا نلقي بها تشجير أكثر واهتمام أكثر بالتشجير. ليش في تكريت ماكو اهتمام؟ ما أعرف شنو السبب. هل هي ثقافة الأهل تكريت ما يحبون الأشجار؟ ما أعرف. حتى في مدينة سامرة هاي الحالة موجودة، أكو بالأرياف موجودة هذه، لكن باعتبار يعني بساتين وغيرها، لكن كمدن هاي الثقافة بدت تضمحل وتنتهي، وهذه واجبنا كنا ابتداء من المتكلم وحضراتكم والآخرين اللي ما موجودين داخل هاي القاعة. يجب أن نفعل وأن نغير ثقافة المدن في محافظتنا. وأنا ضربت مثل هي موضوع التشجير والحدائق اللي احنا حضراتكم زائرين كثير من الدول تشوفون ايش قد اكو اهتمام بهذا الجانب. فتغيير الثقافة ونمط العيش لازم نتقبل نتقبل الحداثة والتمدن، وأمور كثيرة اليوم احنا ما نقدر نتقبلها، وكانت العوائل في تكريت ما تتقبلها، لكن بعد النزوح وبعد التهجير اللي صار وبعد الامتزاج مع سكان آخرين وثقافات أخرى تغيرت الثقافة. دكتور ميسر والأخوان طرحوا موضوع الطرق، والدكتور سنان قال المحافظ ركز على مداخل مدينة تكريت، وإحنا ما ممكن المدينة تتوسع وتكبر وتكون مدينة كنا نفتخر بها إذا ما نبدأ بالطرق. في الحكومات أو في الإدارات السابقة خلوا تصاميم لشوارع جيدة في المدينة، ولكن العمل بها توقف لأسباب كثيرة. احنا مخلينا من أولوياتنا إكمال هذه الشوارع الرئيسية، وحتى حملة الإعمار اللي راح تبدأ في سامراء قريبا راح نركز بالدرجة الأساس وبالدرجة الأولى على هذا الموضوع، الطرق الرئيسية والتقاطعات والمجسرات والأنفاق. ولا تعتقدون أنه بناء المدينة يتم في سنة واحدة أو سنتين أو سنتين، هاي تحتاج سنوات وتحتاج طبعا يعني نية وهمة من المواطن. بالعراق بالسنوات اللي مضت شفنا الاستقرار السياسي ضعيف، ما عدنا استقرار سياسي، وحتى الاستقرار الأمني الأمن نسبي دائما بالعراق، ممكن يتعرض دائما الأمن إلى هزات بين فترة وأخرى. لذلك احنا خلي نركز على بناء مدينتنا، نركز على بناء محافظتنا، ومن علاقة بالأوضاع السياسية والأمنية، احنا نحاول نحافظ على وضعنا الداخلي وما نتأثر، ما نتأثر بأي تأثير يجينا من خارج محافظتنا. خلونا نركز بعملنا على بناء مدننا. الخبرات والاستشارات، أنا أثناء الطرح اللي صار من الأخوان حسيت أنه يعني قسم من الطروحات تحتاج إلى وقت أطول، تحتاج إلى تفصيل أكثر وتحتاج إلى خبرات أكثر. يعني احيانا النظري يزعل علي دكتور ميسر، النظري مو مثل العملي، ممكن النظري ينجح بالنظري وبالجامعه ويكون بارع بايصال المعلومه وبتعليم الطلبه، لكن اللي يشتغل عملي راح يكتسب خبره متراكمه واكثر حتى من النظري. لذلك ممكن نستعين بخبرات عربية أو عراقية خارج العراق أو أجنبية، وهذا شيء مو عيب ولا شيء صعب. إذا احنا نريد نبني محافظة حقيقية وبناء يليق باسم محافظتنا ومدننا ونفتخر به
يعني بين المحافظات الأخرى أو حتى بالخارج العراق، علينا أنه إحنا نستعين بخبرات. وإحنا حقيقة يعني أنا شخصيا أبحث صار فترة من الزمن عن مستشارين حقيقيين خاصين بإعمار المحافظة. أكو بعض الشخصيات رشحت لي وراح نلتقي بيهم، مع يكون أكو يعني امتزاج ما بين المستشارين والخبراء اللي عندنا بالمحافظة مع الخبرات الأجنبية حتى احنا نوصل إلى غايتنا ومرادنا. أكو فد خصوصية بكل مدينة يعرفها ابن المدينة، إذا يركز راح يعرف خصوصية كل مدينة. يعني مثلا المدينة اللي على البحر ومناطق مفتوحة مو مثل المدينة الجبلية، ولا مثل المدينة اللي هي على نهر على ضفتي نهر. فنقاط القوة ونقاط الجمال ونقاط اللي ممكن تستثمر وتتطور المدينة وتكون جميلة ورائعة يعرفها ابن المدينة. لذلك أنا كنت أتكلم مع الأخ رئيس الجامعة، أكثر شيء شد الحضور هو الفيلم الوثائقي اللي عد أستاذ رياض وعرضه هسه على حضراتكم. تقريبا شد الموضوع، شد كل الحضور بما فيهم المتكلم، باعتبار يعني قدم فد مدينة تكريت وتاريخها وحضارتها وقدمها، ومعزز ببعض الصور، وهذا الشيء خلينا نقول شد انتباه كل الحضور. لذلك تطوير المدينة لازم أهل المدينة وأهل المحافظة من الخبراء والاستشاريين هم يعرفون الأماكن اللي ممكن تتطور وتصبح فد شيء كنا نفتخر به، يقدمون المقترحات والاستشارات وإحنا علينا إحنا ناخذ بها. المدينة ما راح تتوسع بدون استثمار، واخذوها من عندي. ممكن تتوسع لكن نسبة النمو والتوسع راح تكون نسب ضئيلة، مو هي النسبة اللي احنا نطمح لها. لكن اليوم مدينة تكريت احنا نلاحظ انه اكثر مدينة بها استثمارات هي مدينة تكريت، وخصوصا في قطاع الاسكان. بس بصراحة مو كل المشاريع احنا راضين عليها، اكو مشاريع كانت في يعني في منحت التراخيص او الفرص الاستثمارية في الماضي وما يعني تنفذت بشكل اللائق، لا بالمواطن لائقة ولا حتى باسم المحافظة وباسم المدينة. لذلك انا ادعو الاخ مدير الاستثمار يعني من هذا المكان على أنه يجري جولات تفتيشية على كل المشاريع الإسكان في الاستثمارية للإسكان، ويدقق بها ويحقق بها ويسمع شكاوى المواطنين ويقيم المستثمرين، واللي ما عنده نجاح بهذا المشروع أكو قانون ممكن يحاسبه وفق القانون أو وفق بنود العقد، و اللي فشل ما راح ننطيه اي مشروع بالمستقبل، واللي نجح ننطيه مكان الفرصه ننطيه فرصتين. اللي نجح فعلا بناء مشروع استثماري حقيقي بالمدينه او بالمحافظه ننطيه فرصه ثانيه، ننطيه فرصه ثالثه، ونساعده حتى يربح وحتى يبني بشكل صحيح. فهاي الفقره الاولى، والفقره الثانيه يا استاذ محمد أريد من عندك، وأنا حكيت وياك سابقاً ولا بأس أنه نذكر، تعدلنا مسودة مؤتمر خاص بالاستثمار ممكن أن يعقد في تكريت وممكن أن يعقد حتى في أماكن أخرى في بغداد أو في أربيل. هذا الموضوع كلش مهم، ومشاكلنا بالبطالة والفقر وتحسين الاقتصاد وغيرها، الاستثمار راح يحل لنا المشكلة الأكبر بالبطالة وتقليل نسب الفقر، وهذا الموضوع كلش مهم. واللي أرجوه أنه أنت تبذل جهود كبيرة أنت والأخوان اللي معاك، ونحن داعمين.
صدقوني الفرص الموجودة في محافظة صلاح الدين وبكل مدنها وبكل أقضيتها أفضل من الفرص في الأماكن الأخرى أو في المحافظات الأخرى، لكن نحتاج مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا نحتاج إلى العمل. وحتى موضوع اللي طرحه دكتور عمر موضوع الاستدامة، هذا الموضوع كلش مهم. احنا ننفذ المشروع لازم بعد التنفيذ لازم نحافظ على هذا المشروع، مو نهمل هذا المشروع وبالتالي تنتهي او تنتهي في الغاية ويفشل هذا المشروع اذا ما كان اكو استدامة. ف يعني قبل لا انهي كلامي ارجع مرة اخرى اخواني، أنا أشكر الأخ مدير بلدية تكريت وكل الأخوان في مديرية بلدية تكريت على هذا العمل وعلى هذا المؤتمر، وأشكر الحضور وأشكر الأساتذة اللي قدموا يعني المحاور المهمة اللي إحنا ناقشناها. بس صدقوني اليوم إذا هذا المؤتمر نجح بنسبة 20 إلى 30 إلى 40% أو 50%، المؤتمر إن شاء الله الآخر وما راح يكون بعيد راح ينجح بنسبة 80 إلى 90%، وما راح يكون اللي راح يفكر إنه المدينة أو المحافظة تعمر خلال سنة فهو واهم. ماكو محافظة تعمر خلال سنة، بس إحنا نحتاج إلى تخطيط سليم، إلى خطط صحيحة، إلى خبرات وإلى استشارات يعني محلية وأقليمية وعالمية، حتى نقدر إحنا نبني مدن تكون مدن تواكب التطور اللي موجود بالعالم وبالمنطقة العربية. أنا أشكر مرة ثانية أو مرة ثالثة كل الأخوان على ما قدموه، ونتمنى إن شاء الله النجاح في هذا المسعى. كل النقاط اللي انطرحت السادة أنس أريدها تكون خارطة طريق بعد المناقشة وبعد التنقيح وبعد الاختيار، تكون خارطة طريق للمحافظة وللبلدية لبناء مدينة تكريت. شكرا جزيلا والسلام عليكم.